يعني ساعة من ساعات البسطة بس ده الإنسان الناس اللي تلتقي في أسبوع الأيام. إحنا طبعا مواعيد البسطة عندكم متعلقة على باب الكنيسة ومعلقين كذا لوحة، اللي عايز يحفظ المواعيد اللي معانا ممكن يصورها بالموبايل بتاعه ويحفظها عنده على الموبايل. بكرة إحنا مواعيد البسطة عندنا من 6 ل 9 مساء كل يوم، الحد والاثنين والثلاث والأربعة. يوم الخميس بنبتدي 5:30 عشان بيبقى فيه 4 أناجيل. الصبح بنبتدي البسطة من 6:30 ل 7:30 8 علشان الناس اللي بتحب تروح شغلها. الظهر من 12 ل 2 بنصلي فيها باكر، الصبح بنصلي باكر وبنصلي فيها التالتة، بنصلي السادسة والتاسعة والثانية 10 من النهار، الظهر من 12 ل 2. مواعيد البسطة عندنا الاثنين والثلاث والأربعة. يوم الخميس الساعة 7 الصبح بنبتدي خميس العام. الجمعة العظيمة السنة دي هنبتدي بدري، هنبتدي الساعة 8 الصبح. وما عندناش حد بيحجز، لأن إحنا عندنا الكنيسة دي معروفة بتاعتنا. مفيش حد يحط شنطة وتحجز لسه هتقوم من النوم ولسه جايين، ما عندناش الكلام ده. اللي بيجي يقعد وخلاص بياخد بركة. والإخوة بتوع الشارع هيساعدونا نغير إن إحنا نغير السجاد ونغير كل ده ونبتدي بقى نجهز الكنيسة عشان البصرة. الأسبوع القصر بنكرسه كله لربنا. زي ما قلت امبارح وكل يوم أسبوع البصرة، معاكم الكتب بتاعتكم بتاعت البصرة، كل واحد بيشتري كتاب بصرة وبيخليه بتاعه خاص بيه، ولو ما عندوش يحضر الصبح بدري باكر يقراه في البيت، ويعمل صبح تجوم 12 مرة زي اللي احنا بنعملها في الكنيسة، ده نظام بدل صلاة التشبيه. عشان كده تبقى بركة، بنكرسه خالص لربنا. احنا ما بناكلش حلويات وجاتوهات الصبح ده خلاص بقى. ده قصة أقداس الصيام. الحلويات بقى لسه الواحد بيقول لي أنا في الدنيا طب أنا أجيب لك حاجة حلوة، قلت له بطلنا خلاص بقى طعمها خالص. عشان كده ده يبقى صوت الدرجة الأولى الممتازة كمان يعني. علشان في نتذكر كلام ربنا يسوع عن الكنيسة هذا الأسبوع لحظة بلحظة. زي ما قال الكنيسة حقي كده عندنا نفسي. يا ريت نعديه على قد ما نقدر ونقرأ ونتأمل ويكون معانا كتاب يسوع المظلوم، تأملات في آلام المسيح بتاع البابا الشمال، أي كتب روحية كده بتكون موجودة معانا نقعد نتكلم عليها. كل سنة وأنتم طيبين، أنتم بسلام، سلام الرب يكون معانا. كلكم بخير خلاص؟